هل اتحاد الكوره يا استاذ محمد دلوقتي في رايك مدين بالاعتذار لمحمد صلاح بعد بلبله كبيره حصلت وقت كاس الامم الافريقيه واتقال ان هو هيغيب مباراه واحده او مباراتين، وبعد كده من النهارده والنهارده فاينل البطوله ومحمد صلاح في المقابل لسه ما رجعش للعب كره القدم، وتحمل محمد صلاح الكثير من الضغوطات الفتره الماضيه وهوجم تقريبا وحده فيما حدث في معسكر منتخب مصر، هل اتحاد الكره لازم يكون ليه موقف في هذا الامر؟ هي موقف يعني ايه اعتذار؟ مش فاهم. انه اتحاد الكره ان اتحاد الكره اتحاد الكره طلع بيان يقدر قيمه محمد صلاح كويس جدا 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 واتحاد الكره لما 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 قال ان الاصلح لمحمد صلاح انه يروح يتعالج في انجلترا ويرجع تاني بعد ما يتعالج يكون المنتخب وصل قبل النهائي او دور ال 16، اتحاد الكوره كان اول المؤيدين ليه واول الداعمين ليه. استاذ محمد بس انا هرجعك تاني لشويه ايام، يعني هو المشكله كانت في البيان اللي طلع من اتحاد الكوره انه محمد صلاح هيغيب مباراه او مباراتين فقط، وبعد كده طلع يورجن كلوب في انجلترا وقال ان محمد صلاح مش هينفع يلعب قبل المباراه النهائيه وممكن ما يلعبش كمان المباراه النهائيه، فهنا حدثت البلبله وتحمل محمد صلاح المسؤوليه. لا هو كلوب ما قالش كده، وبعدين انا ماليش دعوه بكلوب قال ايه. انا ليا دعوه ان احنا قلنا ان محمد صلاح قد يغيب مباراه او مباراتين، وبعد كده الاشاعات اثبتت ان هو لازم يسافر عشان يتلقى نوع معين من انتوا اللي عملتوا البلبله. ليه بقى؟ ليه يا استاذ محمد؟ البيان طالع يا استاذ محمد من اتحاد الكوره هو اللي انتوا مال ولا ما احنا حاجة. احنا هل احنا طب خد 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 بس خد ودي معايا. انا ما قلتش البيان ما اقنعش يعني. استاذنك بس تاخد وتدي معايا لو تسمح. هو البيان اللي طلع اللي احنا كاعلاميين تداولناه هو ده اللي مشينا وراه، اللي هو اتحاد الكوره قال انه اللاعب هيغيب مباراه او مباراتين، وانت دلوقتي بتقول لي انه لما الاشعه عملها الاشعه طلع انه هيغيب اكتر من كده. انا بقى انا هنا كاعلامي انا باخد باللي قاله اتحاد الكوره قال مباراه او مباراتين ببساطه، ده اسمه بيان رسمي، فانا خدت البيان الرسمي ومشيت وراه، وطلع بعد كده اللي مكتوب في البيان الرسمي ده مش هو الصحيح ببساطه شديده. يعني اتفضل يا فندم. انتوا دققتوا على دي. طب ما هو الشناوي اتصاب برضه وسافر وساب البعثه وسافر، يعني ما برضه ما حدش في الاعلام علق عليه زي ما تعلق على صلاح. يعني وبعدين هو اتحاد الكوره ايه مصلحته في انه يقول هم مباراتين ويغيب ثلاثه؟ لا احنا بنتكلم بحسن نيه. يعني هو اتحاد الكوره حتى لو في اخطاء لا اقصد لو الاتحاد الكوره طلع البيان ده فهو طلعه بحسن نيه، اكيد ما عندوش مصلحه ولا عايز ياذي صلاح ولا عايز يعمل مشكله صلاح. مفهوم. انا بس بقول انه اللبس اللي حصل ده يا استاذ محمد لو تسمح، وزي ما بقول لك احنا النهارده بنتحدث بهدوء تام يعني. لو كنت اشك في الجهاز الطبي ان هو مثلا، لكن ده انا شايف الجهاز الطبي بتاعنا على اعلى مستوى. والشيء الوحيد حتى اللي اتعمل بعد تغيير الجهاز قرار اللي اتخذ هو الابقاء على الجهاز الطبي عشان احنا كلنا ثقه في الجهاز الطبي بتاعنا. طيب هل وقتها استاذ محمد صلاح هو اللي طلب السفر، ولا لما الجهاز الطبي في ليفربول طلب ده انتوا ساعدتوا على ده ان محمد صلاح يسافر عشان خاطر يرجع لو امكن في مباراه سيمي فاينل او فاينل مع منتخب مصر؟ برضو الحاجات دي مهمه جدا انه الناس تعرفها دلوقتي. اصله قلت قبل كده في الجزئيه دي، وقلت ان رئاسه البعثه كانت موجوده هناك وخدت القرار بناء على المعطيات اللي هو فيها. انا رئاسه البعثه كان هناك الاستاذ قايد درندلي والكابتن خازن طبعا، وكان معاهم الاداره الطبيه للمنتخب محمد صلاح نفسه، وخلاص رجع اصلح ان هو يسافر ويرجع تاني على 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 لما يبقى جاهز. صحيح.